المستشفى المسكون خرج عن السيطرة، جثث شيطانية بدأت تهاجمني وتحاول تمنعني اني اوصل لصديقي احمد، ولكن بتشجيعكم ودعمكم الاسطوري اكيد ما راح استسلم. فجروا زر اللايك على هذا المقطع ويلا نقوي قلوبنا وننطلق. اها السلام عليكم، احنا بالمرحلة 200 او بالطابق 200، خلينا نقول، خلينا نتأكد من هذه الغرفة والاشياء اللي موجودة فيها. في عندنا ابتسامة على اللوح هنا مرسومة بهذا الشكل، الله يا اخي ابتسامة جميلة، اتمنى دائما تكون الابتسامة على وجهكم متابعين الحلوين. في عندنا جمجمة هنا بهذا المكان، في قفص صدري مصور، في عندنا زرعة، في عندنا هذا الغبي اللي ناشب لنا بكل مرة وبكل مرحلة بيكون موجود. يا زلمة خلاص يا اخي خلاص يرحم امك، زودناها ترى ادري. المهم في عندنا زرعه بهذه الزاويه، في عندنا ايضا هذه ثلاجات الموتى اللي بعد ما يموتوا يحطوا فيها الجثث. كم ثلاجه مفتوحه؟ 1 2 3 ثلاث ثلاجات مفتوحه يا جماعه الخير. وفي عندنا ايضا هذول الاغراض هنا، مكان العمليات والغرفه اللي يخبطوا فيها المريض على كيف كيفهم، حسبي الله على ذول الاشرار. في عندنا هذول البروجيكتور، هذا مش فاتحه مش شغاله، ما ادري ليش اسمها كذا. المهم في عندنا امين. لا لا غلط غلط. طيب في عندنا هنا صور للمخ يا جماعه، هذا شكل المخ لما يكبر ويتحول لوحش يا جماعه، اخر شيء يصير بهذا الشكل يا الهي. والمهم خلينا نعدها 12، البدايه كذا النهايه كذا، واو امين. طيب لازم اني احفظ الصوره مزبوط. بس خلاص اعتقد اني حفظتها كذا، بالخارج ما في اي تغيير، المفروض انه يكون ما في اي تغيير. لنروح للباب الثاني عشان نروح لل201 يا جماعه، لانه هذا الطابق ما في اي غلط، في 2 اكزت هنا، وفي عندنا هذه الساعه ما اذكر انها كانت موجوده فاير، والله ما اذكر. المهم يلا بينا خلينا نكمل يا جماعه الخير 201 وتوكلنا على الله، هيا بينا 201 يلا اللي بعده. خلينا نشوف ايش في عندنا اغلاط هنا ولا هنا. سمعت صوت ولا ما غلطان؟ لا ما سمعت صوت. طيب يا عم كمل، هذا صوت المشي انا دائما الخبط فيه. السلام عليكم، ايش في عندنا هنا بهذه الغرفه؟ الابتسامه موجوده، فاير هنا، هذه الجمجمه والقفص الصدري اللي مصورين، في الاخ اللي قاعد هنا، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا زلمه كل مره. وش فيك انت تهايط؟ الو طلع يرد. يا رد وكسر راسك. اسف اسف والله والله اني اسف حبيب قلبي. انت انقلع لاصيدك. خلاص حانقلع. الثلاجات المفتوحة كانت ثلاث ثلاجات صح؟ 1 2 3 اوكي. في عندنا ايضا هنا ايش هذا؟ ايش هذا يا جماعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في طفل صغير هنا محطوط راسه. هذه ما كانت موجودة، ما كانت موجودة والله ما كانت موجودة، والله ما كانت موجودة. رجعوني رجعوني، اركض 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 اركض. ايش حاطين طفل صغير راسه مقطوع هناك؟ الو 202 اللي بعده ارجوك. 202 يلا بينا اللي بعده. خلينا نشوف هنا يمين يسار، لاحظ بشكل جيد، اهم حاجه السقف وكل مكان هنا وهنا، اذا في اي حاجه غلط يا حبيبي عشان ما ننجلد ونرجع لل 200، لانه احنا حاليا 202 مش مختمين حاجه، ولكن يعني المهم اننا نقدر اننا انه ما نخسر اهم حاجه. في اي حاجه هنا ولا هنا؟ الثلاجات كل امور تمام بسم الله الرحمن. ايش هذا؟ الو هذه كانت ابتسامه صح؟ والله كانت ابتسامه، والله كانت يا سيدي والله كانت ابتسامة وقعت لحقني صارت. الو يا شباب والله ماني متأكد 100% ولكنها كانت لازم تكون ابتسامة. المهم غلط غلط Run. غلط. ارجع ارجع يا زلمة، ارجع من مكان مجيد، ارجع من مكان مجيد ولا تسأل ولا حتى تتكلم، اكيد المتابعين متأكدين انها غلط. حتى لو ما كانت ابتسامة ما كانت حتلحقني، يعني ما كانت ثابتة محطوطة باللوح مرسومة وبس. يلا بينا 203 يس 203. خلينا نشوف هنا هنا، تأكد يا عزيزي فوق تحت، الأمور تمام، الأمور لوز هنا، ما فيها أي حاجة ها؟ والله الأمور لوز، ما في شيء، المفروض ما في شيء صح؟ أوكي أوكي ما في شيء، خش خش على الغرفة، ها؟ شايفين كانت ابتسامة، زي ابتسامتكم الحلوة. طيب يا عمي، خلينا نشوف هنا ولا هنا إذا في أي غلط، أنت وضعك تمام، هنا هذول الثلاجات الثلاثة المفتوحة. هاي شباب هذه الثلاجة كانت مفتوحة نصها كذا، ما كانت صح؟ ما كانت، ما كانت مفتوحة، ما كانت مفتوحة، لا 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 ما كانت مفتوحة، ما كانت مفتوحة. بس خلينا نتأكد إذا في أي حاجة ثانية عشان لا نتهور.
هذا الميزان كان موجود؟ والله ماني متأكد. ياهو ما أدري. طيب هذول الصور كلها إيزي بيزي. هنا في ثلاجة كمان مفتوحة، في ثلاجة كمان مفتوحة كمان. ياهو ياهو، بديت أهلوس أنا، ماني عارف يعني لحد الآن إحنا بالطابق 203 وأنا بديت أهلوس، مش فاهم حاجة. تدرون يا جماعة، والله أفكر في شيء إني أروح. كمل يا ولد، كمل، ممكن ما يكون في غلط، لأنه الهلوسة دائما تجي لما ما يكون في غلط، والغلط لازم يكون أوضح من كذا. يا رب نكون صح. 204 صح. Let's go. أنا شفت ضوء يشتغل وطفى ولا لا؟ قاعد يتهيأ لي عشاني مبسوط وفرحان نواصل 204. والله أحس إنه قاعد يتهيأ لي. أمور الصور هذه تمام. هذه كانت هنا. ولا ما كانت هنا؟ ايوه بدأ. كمل هلوسة علي، كمل هلوسة مستريز. الله يسعدك. ثلاث شو اسمها مفتوحات هذولي، ثلاجات الموتى، الامور كلها تمام. هاي ايش هذا؟ يو ويل، مكتوب يو ويل. يو ويل ايش؟ لحظة. يو ويل نيفر جيت اوت. لا شباب، مكتوب يو ويل نيفر جيت اوت. والله حارب، والله حارب. سلام عليكم. سلام على هذه، ما كانت موجودة، هذه ما كانت موجودة. وغصب عنكم حنقدر ان نهرب من هنا. يقول لك ابدا ما حتقدر تخسون. والله تخسون. 205 ايوه. ليتس جو اللي بعده. تخسون. لحظة، خيال الزرعة هذيك العملاقة كان موجود ولا لا؟ والله قاعد يتهيأ لي اصلا انه قاعد يطفي الضوء ويشتغل كل شوي. ها يو ويل نيفر جيت اوت، ومكتوب 666. اتخسون. حاوصل لهذا الطابق واجيب صديقي احمد واهرب انا وهو. مستشفى وسخه. وش فيك انت؟ مو عليك انت، على المستشفى يا حبيبي. الامور هنا تمام بهذه الصور، ما في اي تغيير، ماني شايف اي اختلاف. ليش ما اشوف برا انا؟ ليه قاعد الفلف بالغرفه بس؟ طيب لكن تاكد او ما حاجه. اول شيء اطلع برا تاكد. قال شو اسمه، ماكينة القهوة. Say anybody want coffee? Who wants coffee? هنا وهنالك. هذول كانوا موجودين، هذول التدفئة المركزية. ما أذكر أنها كانت موجودة للأمانة. أنا ما لاحظ كل هذا القد على أدق التفاصيل يا أخي. والله صعبة يا شباب، والله صعبة. طيب يا عمي توكل على الله. 206 يا رب 206 يا رب. أرجوك. ياس ما في ولا أي غلط. ياس صرنا نفرق يا جماعة، والله صرنا نفرق. ديم دور لك يمين يسار. 206 انتبه يا حبيبي، تلخبط تراك عديت طريق مرة كويس، حرام انك تخطأ. ساعة امورها تمام. الاكزت هناك. يلا خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش هذول؟ في دكاترة بالغرفة يا جماعة، هذول ما كانوا موجودين. بسم الله. بيسووا علي عملية، لا اتركوني في حالي. صرخت صرخة يا جماعة الخير، رجعوني للميتين. يسلم والله حرام عليكم يا اخي. ايش هذا؟ ما كان لازم تدخل الغرفة في الغابة. دخلت الغرفة. طيب شفت الدكاترة؟ خلاص انا ادخل الغرفة يا زلمة. سووا في عملية، حطوني فورا وقعدوا ياكلوا فيه. كل واحد فيهم ماسك شفرة، واحد ماسك مقص، وواحد ماسك مدري ايش. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب 201 غلط كانت. بسرعة اللي بعده. سكر. ايوه 206. بس خليني اتاكد، القي نظره بس يا جماعه الخير. الشباب موجودين؟ شدك واشق ابوك. ايوه شباب موجودين. سلام عليكم. ثاني مره لما اشوف غلط بالغرفه من برا ما ادخل عليها. 207 هات نشوف الغرفه، او نشوف هنا اول حاجه. ما في شيء قريب. فوت الغرفه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش هذا؟ هاي ايش هذا؟ ايش فيها طالع فيك كذا؟ في واحد. انت يا خوي عايش؟ شو وضعك؟ ليه مبتسم؟ طيب الثالثة. برضو في واحد غرقان هذا. طب انتوا الثلاثة، ابغى منكم حاجة بس يا جماعة الخير. انتوا الثلاثة، انتوا اللي موجودين بالثلاجات، حطوا لايك بالله عليكم. هاي ثلاث لايكات، يعني هيكون على المقطع ثلاث لايكات من لما ينشر يعني. ما شاء الله. وباقي المتابعين برضو يحطوا لايك معاكم، وشكرا. حتى انت حط لايك. تبشر بس في مفاجأة لقدام. حبيب قلبي شكرا لك من البداية. الرجال حاط لايك. روح غلط 208 بسرعة. كذا نكون ختمنا نص المرحلة. 208
يلا بينا. باقي عندنا 8 صح؟ هي 216. حساباتي صحيحة ما كانت غلط. اوكي. لما قلت نص المرحلة خفت انا. شو نص المرحلة؟ حسابات بيض. المهم الامور تمام. ايش في اي حاجة هنا؟ هذا الولد اللي كان هنا لا اصيده. هذه يو ويل نيفر جيت اوت. خسون بس. ايش وضعك انت؟ ايش وضع الثلاجات؟ راحوا هذول اللي كان موجودين يحطوا لايك وراحوا يعطيهم العافية. ايش في هنا ولا هنا؟ سبورة. امورها تمام. الحائط متغير. ولا انا غلطان؟ ما ادري احس الالوان تغيرت. هاي بداية الهواجيس يا جماعة الخير. اطلع من الغرفة يرضى عليك ما فيها اي تغيير. عشان لا نضحك على بعض يعني. من بداية اتخبل اقول لك اي والله ما اذكر انك كنت موجود. اعرف ان الوضع بيض صار. لا لا كل شيء تمام كل شيء. صرنا خبرة يا زلمة. صرنا خبرة بالموضوع. كل شيء تمام. اللي بعده 209 يا عمي. لا نتزاعل ترى حط لي 209 عشان ما اجلد وجهك جلد. 209. اهلا وسهلا بكم بالعبقري ميستريوز. سو يوز ات. الله يرضى عليكم. يوز ات. يلا بينا. خلينا نكمل. الامور هنا تمام ما في اي حاجه. خش الغرفه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش هذا؟ هي هذا باركود. والله بقرا. والله بقرا الباركود. شوف اوه دخلني يوتيوب يا جماعه الخير. مقطع طوله 5 ثواني. ها قاعد يتكلم. هذا هو المقطع. شوف في معي الجيم. حل عنا يا زلمه. السلام عليكم. الامور غلط بس احنا من وين جينا؟ جينا من هناك صح؟ جينا من هناك. ايوه جينا من هناك. لا تخبط يا علي لا تقعد تفلسف. 210 يلا بسرعه. اضغط الزر. الكلوم في السيفون. كلمة السر الكلوم في السيفون. ليتس جو. 210 باقي لنا 6 طوابق بس ونخلص من هذا الزئ البيض. هاو بسم الله الرحمن الرحيم. ايش هذا؟ يا طفت الكهرباء اقسم بالله يخوف. بسرعه لا يجي حدا بسرعه اضغط. اشتغلت الحمد لله رب العالمين. شكرا على الغلط الواضح ولكن وقف قلبي. بيت استغفر الله العظيم. يلا بينا يلا بينا. هنا الامور تمام. يمين يسار. الابتسامه الابتسامه كنت طالعه في النهار. ليلي يا ليلي يا ليلي. ما ادري ليه قاعد اغني لكم. المهم لكني قاعد ابحث. هذه كانت وسخة من هنا. كان فيها وسخ من قبل ولا؟ يا صوار. هذه ما كانت كذا. هذه ما كانت كذا. كانت ملصقة بشكل جيد صح؟ ما أذكر أنها كانت كذا. لكن دور لك أي حاجة. الهواجيس هذه يا جماعة الخير. تقعد تهجس وتقول هذا ما كانت كذا وهذه كانت كذا. والله ما أدري. أحس إني بجيب العيد. ولكن كمل. كمل كمل كمل. توكع على الله وكمل. 211 بليز. ياس ياس. اللي بعده. هذا نشوف. هالمره في حاجه. هالمره في حاجه شباب. هذول صورتين ملصقين فوق بعض. يا لطيف ايش هذه الرسمات؟ يا تغيرت. امشي 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 امشي. 213 ليتس جو. Let's go. أرجوك. Yes. Yes. جيبه. اللي بعده. هات نشوف. خش يا عمي. بسم الله الرحمن. بلا صياح. أنت ليه كذا؟ تعال قرب علي وعدتك مفاجأة. يلا قربت. إيه تعال بدي أجلدك وكسرك تكسير. واو واو واو. إيش قاعد يسوي؟ وين أخذني؟ ألو لا تقول لي عادني. عادني من الميتين. والله أوريك وسخ. يا وسخ. ما ابغى اكسر شاشتي. اطلع 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 يا وسخ. اقسم خاطري كلام لكن الكلام هذا بيوديني للسجن. ارجع ارجع. هات اللي بعده. 214. الله ليتس جو. خلينا نشوف اذا في اي حاجه هنا بهذا الطابق. باقي لنا 3 طوابق بس يا جماعه تدرون. هذا واثنين كمان. السلام عليكم. في اي حاجه انت يا وسخ امورك تمام. شوف لك هذول الثلاجات 3 مفتوحين ما في غيرهم. هنا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. ما في شيء غلط صح؟ ماني شايف اي حاجه غلط لحد الان. طيب اطلع برا شوف اذا في اي حاجه. دور لك يمين ولا يسار. والله ما ادري. توكل على الله. روح خلها صح. يا رب تكون صح يا رب. 215
200. هاي بعد طول عناء يا جماعة الخير طلع هذا الغلط، حاطين لي فيسين هنا حزينة. حسبي الله ونعم الوكيل. ارجع غلط. هات اللي بعده 215. ليتس جو. لف هنا. امور تمام. كمل. امور تمام. كمل 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 كمل. هات نشوف الغرفة. بسم الله ايش هذا؟ اوه. بسم الله الرحمن. وراي. ول 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 غلط غلط غلط. ارجع 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 هناك ارجع هناك ارجع. جاي وراي يا ولد الذين. خلاص ايش هذا؟ جثة يا زلمة. حل عني حل عني. يرحم امك. لا تقول لي جاني. تقول لي تقول لي جاني. الحمد لله انا مش هون. حسبي الله باللي حطه يا زلمة. شكله هذا اللي قاعد هناك المستفز. والله لوريه والله لوريه الحين. اخر واحد. ركز يا حبيبي توريه بعدين تجري رجوع بعدين. طيب ركز اهم حاجة ما في شيء غلط هنا. وال ايش هذا؟ ايش هذا؟ بسم الله. سكروا علي الباب. افتحوا لي افتحوا لي. بيقطعوني بيقطعوني. افتح الباب. افتحوا فتح الباب فتح الباب فتح الباب. اركضوا. يلا وصلنا دحين. يا رب الله يستر. صديق احمد ارجوك اطلع. وينك؟ بسم الله ايش هذا؟ ايش هذا؟ انا وين؟ الو 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 ماني قادر اشوف شيء. ظلمة ظلمة. اندرتيكر ايش هذا قدامي؟ بسم الله الرحمن. ايش هذا اللي جايني؟ مومياء. ايش هذا؟ حل عني حل عني حل عني يا زلمة. اعوذ بالله. اندرتيكر اصبر. ول 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 هذا مو اندرتيكر. هذا ايش بها ابو الطفل الكريه يا جماعة الخير. طب ايش يبغى مني؟ انا لازم اراوغه. السلام عليكم. اي مرة سريع. اهدى يا اخي اهدى. طب اصبر اصبر. جيب هذا الجثة الغبية اللي هنا. لف عليه وراء هذه. او لحظة. بسم الله ايش في هنا؟ ايش في بهذا المكان؟ بدر اخش. السلام عليكم. لا لا ارجع 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 يا زلمة. ارجع ارجع ارجع. ول 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 الجثة قربت الجثة قربت. بس لحظة ابو الطفل الكريه صار بعيد عن الباب عن الاسانسير. لا 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 رجع رجع للاسانسير. حسبي الله ونعم الوكيل يا زلمة. صاروا جثتين في جثث نايمة قاعدة تطلع عندي. بس لحظة اتعرف على الجثث. هل ممكن يكون صديق احمد من بينهم؟ والله ما يبان لكن ما اعتقد انه صار صديق احمد كذا. الو اربعة جثث. تحرك يا زلمة تحرك من هون. ابو الطفل الكريه تعال 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 تعال. ول 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 ول. جاني جاني. لا 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 اربع جثث صارت هنا يا اخي. لا يرجع لا يرجع ابو الطفل الكريه. اصبر اصبر لا يرجع اصبر. باركض فورا على الباب اعتقد. رجع الكريه. زي ما هذا حلم مو حقيقه. شوفوا الاربع هذول يا الهي. امشي امشي كذا امشي كذا امشي كذا امشي كذا امشي كذا. تعال تعال يا كريه تعال تعال. اعتقد الحل هنا يا جماعه. اعتقد والله اعتقد ان الحل هنا. تعال تعال قرب قرب قرب. لا 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 اكلني اكلني يرحم امك. مره سريع يا اخي. كريه كريه تعال 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 تعال. اعتقد انه كذا تمام. هو واقف تمام. فلذلك الحين يا عزيزي ايش تسوي؟ تركض فورا تركض فورا تركض فورا تركض فورا تركض فورا تركض فورا. جاني 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 جاني. خذ خش الاسانسير. خشيت الاسانسير غصب عنك. يلا امشي يلا يلا امشي يلا. ابلع 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 ابو الطفل الكريه. ول 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 300. يا الهي واخيرا يا جماعه الخير اخيرا خلص منه يا جماعه. كفيني الرعب اللي ارتعبته. مدت من الرعب يا زلمه. فلذلك حاليا بنوقف نستكشف الغرفة الجاية ان شاء الله بالجزء الجاي. فاشتركوا وفعلوا زر الجرس بالقناة على كل الاشعارات اهم حاجة وزر اللايك. وفينا فيديو اسطوري ينتظركم عشان تستمتعوا فيه. وضيفوني بالانستغرام على اليمين. بس ما تخوفوني الله يسعدكم. ويلا نراكم على خير. Peace out everyone.